محاضرة اليوم يا أخوان هي تتعلق بالتحليل الفني، وأسميتها المؤشرات الفنية كما لم تعرفها، وراح نتكلم عن المؤشرات الفنية لأسباب معينة إنها الأكثر رواجاً في التحليل، وأيضاً لسمعتها اللي شوي يعني سمعتها ما هي طيبة، فنحاول نحسن من سمعتها بإذن الله، لأنه إذا تشرحت بشكل سليم وعرفنا كيف نستخدمها فبإذن الله أن تكون ممتازة جدا. فخلوني أستعرض محاور المحاضرة الرئيسية يا أخوان، راح نتكلم بإذن الله تعالى وأتمنى أن يسعفنا الوقت. راح نتكلم أول حاجة عن عجلة النجاح في أسواق المال، المحور الثاني المؤشرات الرائدة اللي هي القاعدة مقابل المؤشرات المتأخرة أو التابعة، المحور الثالث تقسيم المؤشرات وتصنيفها حسب طبيعة عملها، ثم راح نتحدث عن محسنات استخدام المؤشرات مثل رسم الترندات أو دايفرجنس ونحوه، ثم آخر شيء يا أخوان راح نختم بإذن الله تعالى لصناعة وتركيب الاستراتيجية الفنية. يعني بإذن الله تكون بعد هذه المعلومات كاملة راح تختار المؤشرات المعينة، مؤشرات معينة بطريقة معينة حسب طبيعة هذا المؤشر، بحيث أنه يعطيك معلومة والآخر يعطيك معلومة أخرى، تمام؟ تقدر تركبها مع بعض كذا وتطلع باستراتيجية شراء وبيع ووقف خسارة وجني أرباح واستراتيجية كاملة بإذن الله كيف ممكن تستفيد من هذه المؤشرات في عملك بإذن الله تعالى أو في تداولاتك. فاسمحوا لنا يا أخوان نبدأ، معليش أنا كلمت الأخوان في الكنترول قالوا ما في بريك، فاسمحوا لنا يا شباب نبدأ مباشرة وأتمنى الوقت يسعفني. طيب يا أخوان أنا لدي هذه العجلة يا أخوان، وهذه العجلة طبعا معروفة في التنمية الذاتية تسمى بعجلة النجاح في الحياة، وكانوا يتكلموا يعني أنا عرفتها من خلال أحد السنوات حضرت دورة عند أو استمعت لها من رشاد فقيها، وكان يتحدث عن هذه العجلة ومعروفة هذه العجلة في التنمية الذاتية، أنه كان يتكلموا فيها في عجلة الحياة في أسواق المال، أنه مثلا هذه عجلة يا أخوان وعشان تدور وتمشي الحياة يعني على قولهم يجب في صوت يا شباب، الصوت كويس، الصوت واضح وكويس عفوا اوكي، انه عشان تمشي هذه العجله انه لازم يكون فيها عناصر او محاور اللي هي هذه يا اخوان هنا، تمام؟ وهذه العناصر هي العناصر مثلا الصحه، الاسره، العمل وهكذا، ولكن انا اسقطها على اسواق المال، انا اسقطها على اسواق المال واستخدمتها استخدام جميل يعني وارى منطقي على اساس نستفيد منها في كبداية. يعني هذه لها أكثر من فائدة، فوائدها كثيرة راح أتطرق لها إن شاء الله الآن، بس راح أتكلم عن العجلة يعني كيف تتحرك هذه العجلة. طبعا هي عبارة عن سيكتور زي ما احنا شايفين، يعني السيكتور 2 و4 و6 و8 إلى 10، طبعا 10 أفضل أداء و0 أسوأ أداء، فأنت يجب أن تتأكد من هذه العناصر لأنه هذه اسمها عناصر النجاح في أسواق المال، وتقيم نفسك، تمام؟ هل أنت مثلاً في إدارة المخاطر هل أنت كنت عند 2 أو عند 4 أو أنت عند 6، وإذا كنت مثلاً عند 2 قم برفعها إلى مستوى الرابع مثلاً ثم إلى مستوى السادس وهكذا، وطور من هذا العنصر الضعيف لديك، تمام؟ طيب إذا كنت أنت قوي مثلاً في وسيلة الانتقاء، تمام؟ مثلاً أنت هنا وقف وخلاص هذا، واهتم بمهارات التداول، حاول ترفعها من 0 إلى 4 وهكذا، بعدين إذا وصلنا إن شاء الله راح تلف هذه العجلة. هذه الفكرة كذا ببساطة. طبعا عناصر النجاح في أسواق المال استمعت له في أحد السنوات أعتقد 2013 للأستاذنا ركان الشامري، كان عنده تسجيل صوتي منتشر وكان جميل جدا، فكان يتحدث عن عناصر النجاح وتكلم عنها في 5 عناصر، ولكن أنا خبرة 16 سنة في السوق أضفت لها كمان 3 عناصر وطلعت بهذه العجلة، وهي يعني شيء اجتهاد شخصي، خلنا نسميه اجتهاد شخصي يا شباب، لكن يا أخوان منطقية جدا. كيف نقدر نستخدم هذه؟ أول شيء هذه يا أخوان المبتدئ يستخدمها، والممارس وحتى المحترف يستخدمها. أول شيء إنها خارطة الطريق، أنا وش أحتاج عشان أكون ناجح في أسواق المال مثلا؟ والله تحتاج هذه العناصر اللي أنت شايفها، 8 عناصر، ممتاز. وعشان أنت تنجح في أسواق المال وتدور العجلة يجب أن تطور نفسك في هذه العناصر، ممتاز. هذا كبداية أنك تعرف بسم الله من فين أبدأ،
انه السؤال الكبير اللي يجينا دائما يعني كيف ابدا اشتغل في اسواق المال. هذا ممكن يكون فيه جواب كافي تمام كيف تبدا في اسواق المال وماذا تحتاج. طيب الممارس مثلا، انا مارست لي سنتين او سنه او ثلاث سنوات في اسواق المال وعندي بعض الاخطاء، كيف ممكن اقيم نفسي؟ ممكن ترجع لعجله النجاح هذه وتقيم نفسك، ربما انه ما عندك هويه في السوق، ربما انه وسيله الانتقاء عندك انه اما ما عندك وسيله انتقاء يعني طريقه لاختيار السهم، او انه اداره المخاطر عندك ضعيفه، فتضع اصبعك على العنصر الضعيف لديك حتى تطوره تمام وتستمر العجله في النجاح. واذا كنت محترف ايضا يجب ان ترجع لها وتحاول ترفع من المستويات. طيب هذه فكره العجله، خلونا نتكلم في العناصر. ندخل العنصر الاول وبتكلم عنها بايجاز لان الوقت ما حيسعفني اني اخلص كل المحاور، لكن ان شاء الله انكم تساعدوني ونوصل الى يعني محاضره جميله جدا باذن الله تعالى كما ازعم. هويتك كتاجر، هذا اهم عنصر عندي، تحديد هويتك كمتداول في السوق. والهويه يا اخوان ليس جميع من في السوق لهم هويه واحده، هناك اول شيء مضارب وهناك مستثمر. فانت داخل السوق هل انت مضارب ام انت مستثمر؟ طيب اذا قلت اني مستثمر، هل انت مستثمر 5 سنوات او 10 سنوات او 15 سنه او 30 سنه؟ واذا كنت مضارب هل انت مضارب يومي او انت مضارب مثلا اسبوعي او 3 شهور او 6 شهور؟ تمام، هذه الهويه يجب ان تحددها. ليه؟ لانك داخل سوق، لانه بعد كذا العناصر كلها هذه راح تتعلق ب هويتك كتاجر. ممتاز، فانت لازم تحدد هويتك. مثلا يا اخوان خلونا نضرب مثال على تجاره مثلا الملابس على سبيل المثال. لو انت تحاب عندك قرشين كذا وتدخل في تجاره الملابس، هتصير انت الان يجب ان تحدد هويتك، هل انت تاجر جمله مثلا ام تاجر قطاعي ولا تاجر بسيط جدا ولا ليش؟ لانه لو انت تاجر جمله مثلا فانت عندك مهام معينه، يعني لازم مثلا تروح الصين توقع اتفاقيات مع مكاتب عشان تحصل على او مصانع او حتى تقيم خط انتاج خاص فيك انت، وهكذا مستودعات، قد تحتاج مستودعات قد تحتاج. لكن لو انت مثلا كشك بسيط في مول مثلا، لا انت هنا حتتغير عناصر، هذه حتتغير كلها بناء على هذه الهويه. طيب معظمنا في السوق يبدا مضارب مثلا وينتهي بمستثمر، ولما تسال عن التفاصيل يقول لك دخلت سهم ب70 ولما نزل الى 50 انا اصبحت يعني معلق وخلاص مستثمر انا الان. فهذا خطا شائع عندها، وهذا سببه انك لم تعمل على اساسيات المضاربه. المضاربه في السوق يا اخوان لها اساسيات والاستثمار له اساسيات، فانت لازم تحدد هويتك. هذا باختصار. وسيله الانتقاء العنصر الثاني. العنصر الثاني يا اخوان وسيله الانتقاء، يعني ايش وسيله الانتقاء؟ وسيله الانتقاء تعني طريقه الاختيار، يعني انا كيف حختار السهم وكيف وعلى اي اساس راح اختار سابك مثلا او بتروكيم او الحمادي او شركه نما او اي شركه اخرى، ما هي الاسباب اللي دعتك انك تشتري؟ طبعا وسيله الانتقاء يا اخوان من وسائل الانتقاء المشهوره التحليل الاساسي، التحليل المالي، التحليل الفني، التحليل الاحصائي، تحليل ربما تحليل الاقتصاد الكلي تمام. وعندك وسيلة الانتقاء هذه مثلا خلينا نقول تحليل مالي أو تحليل فني، كيف حتختار السهم؟ يعني هل أنت محلل مالي وراح تقلب في النتائج المالية وأخبار الشركة المالية والأشياء هذه مكرر الربحية والأشياء هذه والنمو والأسهم هذه وتبدأ تفكر بهذا الأسلوب؟ فأنت الآن محلل مالي وطريقتك وسيلة انتقائك هي تحليل مالي. طيب لو قلت لي انا محلل فني والتحليل الفني ايضا مدارس تمام، في عندكم زي ما انتم عارفين مثلا مدرسه القمم والقيعان، عندك مدرسه الاتجاه، عندك استراتيجيات مثل اليوت مثل الهارمونيك مثل والعرض والطلب والى اخره. فانت الان يجب ان تحدد وسيله الانتقاء حتى تكون ناجح في اسواق المال، لانه العشوائيه يعني ما حتصير غير مجديه العشوائيه في السوق. انت كيف حتدخل السوق؟ علمني بس، يعني انت كيف حتختار الحمادي؟ اوكي، وسيله الانتقاء هذه يا اخوان في لها شروط معينه، يجب ان تكون سهله، يجب ان تكون متكرره، يجب ان تكون فعاله.
بمعنى لا تصعبها وما تصير تلاقي فرص إلا من سنة لسنة مثلا، وخليها سهلة حتى أنت تقدر تجد فرص، خليها متكررة وخليها فعالة، أنه والله كل يعني أقل شيء 6-7 فرص من 10 تنجح أوكي، لأنه ما في شيء 100% في سوق المال ولا 90% ولا 80% حتى. طيب وسيلة الانتقاء هذه مثلا أنت كنت فيها رقم 2، حاول ترفعها إلى 4 أو إلى 6، أو إذا كنت 6 ارفعها إلى 8 وهكذا، تمام؟ وطبعا ترفعها بالقراءة والاطلاع وحضور الندوات مثل هذه الندوة جميلة جدا في أنها تساعدك في تحديد وسيلة الانتقاء، والدورات والكتب واليوتيوب ومدرسة العصر وإلى آخره، ممكن أنك تستخدمها في رفع وسيلة الانتقاء اللي عندك، تمام؟ هنا في تريك صغير. الآن لو أنت شوف الغلطة مثلا، لو أنت مستثمر 10 سنوات، هل من المنطقي أنك تروح مثلا على وسيلة انتقاء مثلا خلينا نقول تحليل فني تقاطع متوسط 20 يوم مع متوسط 50 يوم على فريم الساعة؟ ما يصلح. أنت هنا مثل التاجر اللي عنده كشك مثلا، تاجر بسيط كذا، رائد أعمال صغير كذا عنده كشك، وراح يسوي راح يستاجر مستودعات كبيرة، تمام، عشان بضاعته، وهي بضاعته قد على قد حاله، تمام. يجب أن تتوافق وسيلة الانتقاء، وهنا الترك وهنا الذكاء، كيف أنك تبدأ تربط وسيلة الانتقاء بهويتك كتاجر، تمام. أنا مضارب يومي، يعني بمعنى أني أدخل اليوم وأطلع بثلاث أيام مثلا، هل من المنطقة الآن أنك تبحث عن قوائم الشركة المالية وتبدأ تبحث وتشوف أخبار الشركة؟ غير منطقي، صح يا شباب ولا أحد عنده اعتراض؟ أنت مضارب تدخل اليوم تطلع بعد 3 أيام، إيش اللي يوديك على القوائم المالية يا رجل؟ تمام؟ حاول أنك تختار وسيلة انتقاء تحقق هدفك هذا، تمام؟ والأمثلة كثير، تمام؟ يعني أنا ضربت مثال صغير، تمام؟ والأمثلة عندك كثير، فهذه تريك بسيط أنا حبيت بس أنوع عنه. عندنا عنصر إدارة المخاطر، وهذا من أبرز العناصر وأهمها على الإطلاق. أنت في أي سوق يجب أن يكون عندك خطة عمل وخطة مخاطر وإدارة هذه المخاطر. من ليس لديه إدارة مخاطر فسيفشل حتما يا أخوان، وهذه يا أخوان للأمانة، يعني للأمانة إنها مظلومة، العنصر المظلوم، لأنه ما حد يوليه اهتمام، وهذه أسبابها نفسية، لأنه النفس البشرية لا تحب الالتزام وما تحب الانضباط ولا تحب سبحان الله، هي كذا النفس البشرية. وإدارة المخاطر ترغمك على الانضباط وترغمك على إنك تمشي بخطة معينة في إدارة المخاطر، وهذا السبب، إذا عرفت السبب يعني ممكن حل المشكلة. إدارة المخاطر يا أخوان في أسواق المال على حسب طبيعة السوق اللي أنت فيه، يعني أسواق المال أنتم عارفين يا أخوان متنوعة، وكل سوق له طبيعته، مثلا سوق الفوركس أو العملات عندك السوق السعودي أو أسواق الخليج بصفة عامة، عندك سوق الأمريكي، عندك سوق الأوبشن، تمام؟ كل سوق يجب أن تتعامل معه حسب المخاطر اللي هو فيه وحسب طبيعته، تمام؟ يعني انا مثلا لو انت انا بعطي مثل هنا اسمحوا لي، يعني ما نبغى نطول فيها، يعني لو انت مثلا مضارب تدخل المضارب خلينا نقول متوسط الاجل، يعني ممكن تدخل اليوم وتبيع خلال من شهر الى 3 اشهر، يعني تصيد سهم عند 70 مثلا وتبغى تبيعه عند 90 مثلا وتبغى الصعود هذا فقط. وزي ما قلنا يا اخوان الفرق بين المستثمر والمضارب، يجب معليش نرجع لهويه هنا شوي، الفرق لازم تعرف الفرق بين المستثمر والمضارب، ايش يبغى المستثمر وايش يبغى المضارب. المضارب يبحث عن التغير سعر السوق، تمام، يبحث عن التغير في سعر السوق بغض النظر عن هذه الشركه، حتى لدرجه انه ممكن يدخل شركه ما يدري وش تبيع. تخيل انا بدخل مثلا سهم حلواني وما اعرف ايش نشاط الشركه هذه، لكن أنا أبغى فقط حلواني يتحرك من 30 مثلا إلى 35 فقط، فهذا تغير إيش؟ تغير سعري في السوق، تمام؟ فهذا المضارب ما يهمه الشركة هذه ناجحة، الشركة هذه خسرانة، وهذا على فكرة أحد عيوب المضاربين مثلا إنه ما يركز كثير، فعشان كذا إحنا نقول ضارب في الشركات القوية، ما يمنع إنك ضارب في الشركات الممتازة، ضارب في الشركات اللي لها خلفية مالية كويسة، تمام؟ وابحث عن هذا ال5 ريال اللي تبيها. لكن المستثمر يا أخوان ما هو يبحث أيضا عن تغير السعر السوقي أساس بالنسبة له،
أو يبحث عن توزيعات نقدية، ويبحث عن نمو للشركة، ويبحث عن إنه الشركة هذه تكون قوية وفي صالح إنها تكون قوية، وتلاقوه مهتم بالأخبار حقت الشركة وإلى آخره. صحيح الكلام هذا يا شباب؟ فهذا فرق جوهري بين المضارب والمستثمر، ولا يعيب أحد إنه يكون مضارب أو يكون مستثمر. هي يا أخوان اختيارات، هي اختيارات، تمام؟ حسب طبيعة عملك، حسب فلوسك، حسب جهدك، حسب معرفتك، تمام؟ كل هذا يحدد هويتك. تحديد الهوية هذا كله أنت من يحدده. أنا هويتي مضارب، الأستاذ أنس هويته مستثمر، أخونا عزام هويته مضارب لحظي، فلان لا يعيب. اللي يعيب يا أخوان هو عدم أنه ما يكون عندك هوية، تمام؟ واللي يعيب أكثر أنك ما تكون قوي في وسيلة الانتقاء التي تخدم هويتك، هذا اللي يعيب، تمام؟ هنا نقدر، لأنه الناجحين في أسواق المال يا أخوان فيهم مضارب لحظي، فيهم مستثمر طويل الأمد، فيهم مستثمر قصير، وفيهم مستثمر متوسط، هذا كلهم ناجحين. فيهم مضارب يا أخوان زي دان زينجر، زي مضاربين كثيرة شفناهم يحقق، وهو مضارب يحقق ثروات، تمام؟ أو يحقق نقول نجاح في أسواق المال. فما يعيب الشخص يكون مضارب أو مضارب لحظي أو مضارب يوم، اللي يعيبه زي ما قلنا يا أخوان أنه ما يكون عنده هوية، اثنين أنه ما يعمل من أجل هذه الهوية ويكون يدير مخاطر حسب هذه الهوية، تمام؟ يعني مثلا أنا مستثمر وأبغى أدخل سهم، من 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 عيوب إدارة المخاطر أنك تدخل مثلا دفعة واحدة. ليش تدخل دفعة واحدة؟ حدد منطقة، تمام؟ وادخل على دفعات، فأنت خلقت هنا إدارة مخاطر، تمام؟ ليش تدخل سهم واحد؟ ليش ما تدخل ثلاثة أسهم من ثلاثة قطاعات مختلفة، تمام؟ وكل سهم تدخله ثلاثة دفعات، هذه إدارة مخاطر، تمام؟ لما تكون مضارب في السوق ومعك مثلا خلينا نقول مليون، وأنا خلاص قررت إني أكون مضارب قصير المدى، طيب هنا ليش ما تقسم رأس مالك إلى خمسة أقسام؟ يعني خلينا نقول 100,000 عشان رقم سهل، 100 نقدر نتكلم فيها أخوان، قسموا خمسة أقسام وادخل كل صفقة بعشرين، 20% من رأس مالك، وحط وقف خسارة 3% لأنك مضارب، ممكن اليوم تلقى فرصة، بكرة بعد بكرة تلقى فرصة، بعد أسبوع تلقى فرصة، وخلي أرباحك 6% وأنت طالع. هذه إدارة مخاطر، تمام؟ العيب يا أخوان في إدارة المخاطر أنك تدخل برأس مالك دفعة واحدة، حتى لو كنت مو محترف، حتى لو كنت مؤسسة مالية عملاقة، يعني بلاش، يعني شوف خلينا كبرتها كده، حتى لو كون انت بنك الاستثمار، تمام؟ ما تدخل براس مالك كامل، ما في سبب مقنع يخليك تدخل صفقه براس كام بكامل راس مالك، ما في اي سبب مقنع، تمام؟ في الاوبشن مثلا وتجار الاوبشن، انت راس مالك مثلا 100، ليش ما تدخل كل صفقه ب 5%، تمام؟ وهكذا يا اخوان في اداره المخاطر.